مشاهدينا مرحبا بكم في حلقة جديدة من حباب رباب. طبعا أحبابي اليوم قد ما قلت فيهم قليل لأن فنانين جدا وحاملين مشعل يعني الفن العيطة والفن الشعبي وتراثنا اللي كان اعتز بابيك. بارك الله فيك أختي رباب، شكرا لك، مساء النور كاملين، شكرا للفرقة الموسيقية، شكرا على الاستضافة ديالك. الله يبارك فيك، وشرف لي نكون معكم في هذه الحلقة الجميلة. شكرا. بارك الله فيك. أخرى أنا فرحان من اللي كان مع أخويا أيوب. أنتم جوج فنانين، والله أنا فرحان أنني حاضر مع اليوم لأنه إنسان عزيز عندي بزاف، رجل مواقف صراحة حسن، وأنا فرحان أنني معك أخويا أيوب. كذلك أخويا سفيان، الله يبارك فيك. أنا فرحانة بهذا الحب اللي جمعكم اليوم وجمعنا كاملين، وهاد الناس إن شاء الله مشاهدينا اللي كيشوفونا اليوم نتمنى كذلك يوصلهم هذا الإحساس الجميل اللي داير في هذا البلاتو. وأنا بغيش نطول على المشاهدين أكثر، بغيتهم يتعرفوا عليكم أكثر طبعا من خلال البورتخي. مرحبا مشاهدينا، خليكم مع البورتخي ديال ضيوفي ونرجع لكم. ضيفنا اليوم هو أيوب الفيلالي، فنان مغربي شاب تزاد بتاريخ 7 أكتوبر في مدينة الدار البيضاء. حبه الكبير للمجال الفني مجاش بالصدفة، بل هو نتيجة دعم متواصل من الأسرة ديالو اللي اكتشفت صوته. في سنة 2017 تعرف الجمهور على ضيفنا بأول عمل فني قدمه بعنوان ممتية يما. الاجتهاد كان عنوان مسيرة ضيفنا، بحيث قدر يأسس مجموعة خاصة به واللي كترافقه في جل حفلاته، وبخطوات ثابتة قدر ضيفنا يكسب محبة الجمهور ليه من الأعمال اللي اشتهر بهم ضيفنا أيضا كليب سال الكلام اللي لقى نجاح كبير. خطر يا خطر، خليتي قلبي محتار، قلبي محتار، قلبي محتار، شفتي لي تنام ومعك سرقت سال الكلام، سال الكلام، سال الكلام. العزيمة والإرادة كلهم صفات كيتميز بهم ضيف حلقتنا اليوم، بحيث قدر يدخل قلوب المغاربة بصوته وحضوره القوي. ويذكر أن آخر عمل فني لضيفنا هو أغنية باب قلبي سديتو. بارك الله عليكم. بارك الله فيك. بارك الله عليكم. الله يبارك فيك. يعني شي حاجه زوينه اننا نشوفوا دي جون لي مودرن متمسكين بشي حاجه سميتها التراث، شي القيمه الكبيره اللي عندنا في المغرب. ولا لك ايوب، انت كيفاش درتي توفقتي ما بين الدراسه والفن؟ انا بالنسبه لي كانت صعيبه بزاف، حيت من بعد الدراسه خدمت في اسيورونس الوغ واحد لقيتها ومع العرس ديالي كوميرس. واحد الوقيتة صعيبة أنك تسهر بالليل، والغد ليه أنت عندك لاجونس خاصك تمشي لها مع 8 الصباح. ألوغ حاولت أنني نحطيها هكا يا هكا، اختارتي هكا شي حاجة اللي لقيت فيها راحتي، و يعني في أسيرونس ولا في شي مجال آخر ما تمشيش بعيد بحال الفن. يعني شي حاجة اللي أنت كتبغيها تبعتي قلبك في اختيار. وما كاين ما أحسن من الإنسان يكون كيشتغل الحاجه اللي كيبغي. فاش كتخدم في الحاجه اللي كتبغي كتعطي اكثر وكتوصل اسرع، ويعني كيكون عندك بزاف ديال لي زيدي كيفاش دير حتى ديفلوبي من راسك ومن مسارك. ملي كتبع شي حاجه كتبغي، بحال دابا انا ملي كنكون غادي شي حفله كتكون فرحان، ماشي بحال غادي الخدمه غادي البيرو غادي تسد عليك. علاش؟ لانك كترسم الفرحه في وجه الناس. ايوب، بالنسبه لي كيفاش دخلتي المجال وكيفاش تم اختيارك طبعا التراث؟ واش غادي نقول لك؟ نورمالمون التراث، ما التراث المغربي شي حاجه اللي كيف ما قال خويا سفيان كنز. والحمد لله هاد الجينيراسيون اللي كاينه دابا حاولت انها تجتهد وتعطيك اكثر في هذا التراث. اول حاجه انا في الاول ديال الحلقه غنشكرك لانه رجل مواقف. واحد النهار كان عندنا لربما دابا يمكن شي 6 سنين او 7 سنين، كان عندنا واحد الحفل، واحد العرس، وكان انا عندي واحد شي مشكله في شي جاك. لا ماشي مشكله في جاك، كانت الفرقه تعطلات، الفرقه ديالي كان خاصها ساعتين باش توصل لهذاك الحفل الزفاف.
ولقيت خويا أيوب تبارك الله خدام كيغني العصري كيغني العياط كلشي قلت تبارك الله. قلت له راه جد بحال جا الوقت ديالي باش خاصني نطلع نغني في هذاك العرس. قلت له راه الفرقه ديالي راه مازال جايه راه تعطلات. كنتي غنيتي مع الفرقه ديالك؟ هو يقول لي سفيان خويا الفرقه ديالي تخدم معك. ما كاينش مشكل. هذا والله العظيم الفرقه ديالي ايوب كبر في عينيا في هذا سميتو وكنحييه وشكرا. وعلاش كنت انا فرحان؟ لانه الحمد لله ربي عاود لقاني بخويا ايوب. الله يكبر عزيز بزاف. والله الله حفظك. انا تفاجات ملي لقيت خويا ايوب زعما فرحه زوينه. الله نهار كبير هذا والله الا نهار كنا يلا دوينا من قبل سبحان الله يلا دوينا تلاقينا دائما تنديروا حنا لي سوربريز نحاولوا نشوفوا جوج الناس اللي فاهمين اللي كيبغوا بعضياتهم هكذا تدوز الحلقه زوينه. نعرف كيفاش حتى اكتشفتي الموهبه ديالك ايوب؟ هو حتى شي حاجه ما كتجي صدفه. لقيت راسي انني كنغني والعائله الصغيره ديالي هي اللي عاونتني بزاف. وبديت بالأعراس المغربية وهذا الحمد لله لقيت واحد الإقبال ديال الناس زوين. بعد درتي فرقة موسيقية وهذا الشيء كيخلي يعني عندك الحمل أثقل. الفرقة الموسيقية كتكون مش حل من فرد 18 واحد تبارك الله 18 واحد يا لمي موراني غادي بالنسبة لي أنا كنفيق من الناس كنشوف الناس ما نسولكش معاش وإحنا الموسيقيين كاملين شوف نورمال إيوا كمل غير الموسيقيين. دابا الناس في رمضان مثلا إلا ما عنده ما يدار كيحاول لأن لي زاكتيفيتي اللي غادي دير ما كاينينش في رمضان يعني في رمضان ألوغ كتفيق كتشوف مالين الدار شنو خاصهم كتمشي تقدا ليهم هكا حتى كيبقى الفطور واحد ساعة ونص بحال هكا كتمشي لاصال شوية وهذا يعني كترجع كتفطر كتلقى أيوب كلمة أخيرة. أول حاجة رمضان مبارك سعيد. شكرا للأمة الإسلامية كاملة وشكرا على هذا الاستقبال الرائع. الله يبارك فيك. شكرا لهذا الشباب تبارك الله عليكم فرقة موسيقية الله يعطيكم الصحة وكنتمنى نكون خفيف ظريف عليكم وإن شاء الله باقي
باقي نجي عاوتاني ان شاء الله. اكيد دابا سفيان ولد الدار مثلا حتى اليوم ولد الدار ان شاء الله. كل مره ان شاء الله نحاولوا نستضيفوك وتنورنا وتجي معك اعمالك والحويجات الزوينين ان شاء الله. يربي الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. انا بدوري ما سخيتش بكم وكنقول لمشاهدينا رمضان كريم، الله يدخلوا لكم بالخير وبالرزق والفرحه والراحة يا رب. وطبعا ممكن لنا إلا نختموا هذه الحلقة بواحد تريو، شنو كيبان لكم نختاروا؟ ليه بغيتوا شنو نديروا شي مقطع ديال الغزال؟ الغزال؟ إيه ديروا شي خلاس؟ إيه مرحبا. مشاهدينا ما سخيناش بكم، ما سخيناش بهذه الحلقة معكم، خليكم مع هذا التريو الرائع ونتلاقاو في الحلقة القادمة من برنامج حباب رابع. أبابا يا بابا عرنا عنا لي ما يتزنن اهلي ما ينسنا علي الكريم سيدي مولانا حبابة رابع.